اشرفني ونورني في الاستوديو الاستاذ شادي محمد الناقد الرياضي بجريده اخبار اليوم. يا استاذ شادي منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا بحضرتك، انا الشرف لي ان انا موجود في قناه الاهلي مره ثانيه. شرف لينا. كلام كتير جدا وملفات كتير عايزين نتكلم فيها، لكن خلينا بالتحديد نبتدي باعلان المهندس هاني ابو رضا النهارده الصبح بمد فتره القيد الافريقي للانديه المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه. عايزين نشرح الجزئيه دي للناس ومن خلال متابعتك كده ومدى اهميه هذه الجزئيه بتحديد الانديه المصريه. طيب هو في الاول احنا بنقول هو خطوه لتصحيح خطا حصل في اتحاد الكوره او ممكن نقول تدارك الازمه اللي حصل بعد استضافه مصر كاس الامم الافريقيه بشكل مفاجئ. فاربك حسابات الجميع واصبح ان ما فيش وقت والدنيا ضيقه جدا لدرجه الناس طلبت ان الدوري يتلغي او كاس مصر يتلغي. ومع اصرار المسؤولين في اتحاد الكوره او القائمين على الرياضه في مصر لاستكمال بطوله الدوري بالذات ما كانش في فرصه او وقت كافي ان كل الانديه تلعب كل مباراتها. فمش بدون خوض في تفاصيل بقى ومين غلط ومين مش وقت فهم قرروا ان المهندس هاني ابو رضا بعلاقاته ونفوذه قدر يوصل ان مصر هي الدوله الوحيده اللي تستثنى ويتم تاجيل القيد الافريقي ليها بحيث ظروفها اللي احنا اتكلمنا عليها دي نقدر هتفيد بقى الفرق الداخله المعترك الافريقي. يعني فتره القيد بتاعتهم زي الاهلي الاهلي يعني كان هو المقدم من الشكوى، هو اساس يعني كان راس الحربه في الازمه دي وكان هو اللي بيشتكي وهو اللي كان طالب حل الازمه دي. واعتقد ان يعني هو نوع من انواع بيطالب بحقوقه بس يعني طبعا هو طبيعي يعني. انا دلوقتي بخسر لا عارف اودي اللعيبه فتره عدد كافيه ولا هجيب امور كتير في الحقيقه. طب خلينا نشرح للناس المد ده بالذات بالتحديد هيكون ماشي ازاي. في الاول اصلا الطبيعي جدا ان فتره القيد في الاتحاد الافريقي بتبتدي من يوم 1/6 لحد يوم 30/6 بتايد اللاعبين من غير اي غرامات ماليه، كمان بيضاف لك 10 ايام زياده لغايه يوم 10/7 من غير ما يكون في اي غرامات ماليه عليك. من يوم 11/7 لحد يوم 20/7 بيكون في غرامه ماليه حوالي 250 دولار. تمام. بعد الفتره دي من يوم 21 لحد يوم 31/7 بيكون الغرامه 500 دولار. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انت فتره القيد هتكون لحد يوم 31/7 بشكل طبيعي جدا من غير اي غرامات خالص. وكمان من حقك ان انت تحاول خلال الموسم شغال هنا في مصر، يعني استثنائي، خلينا نقول موسم استثنائي هو اللي جاي كابتن بس واحنا كمان ايه من خلال الموسم ده عادي وانت بتلعب ماتشاتك اللي في الدوري اللي ناقصه اتفاوض وهات اللعيبه ومشي اللعيبه اللي انت عايزهم باي طريقه من الطرق. واخر يوم خالص اللي هو يوم 31، احنا عارفين ان البطوله هتخلص يوم 30 على حسب الاتحاد المصري قالوا ان اخر مباراه هتكون اهلي والزمالك يوم 30/7. فيوم 31 ده تأيد في اتحاد الكره، تأيد محليا اللاعبين وبعدين تأيدهم كمان افريقيا. السيستم بيبقى واحد فعلى طول هيتأيدوا تلقائي زي ما هتأيدهم محليا. بس انا عندي سؤال، عندي سؤال في الموضوع ده. انا اللي اعرفه ان السيستم بيبقى شغال اونلاين وفي ترانسفير بالذات، هل هنعرف نظبط الموضوع ده مع الانديه الثانيه؟ طب انا كمان عايز لعيب من بره، يعني انا مثلا يعني انا عايز اجيب مثلا مازيمبي. طب مازيمبي اللعيب بتاعه ده لعب او استأيد او 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 هظبطها ازاي؟ هو برضه سؤال صعب من الاجابه عليه في الحقيقه. ما مش عارف يعني انا بفكر بالاول طب هظبط. طب انا ماشي، انا في مصر هعرف اتصرف في اللعيبه المحليه. الامر عمومي جوه مصر وافريقيا الدوري التونسي صعب طبعا، فمش عارف صعوبة كبيرة جدا. هتجيب صحيح اللعيبة وتأيدهم ازاي في يوم واحد وممكن يكون فيه مش عارف ممكن يكون يعني تأيد انت طبيعي هيبقى مقيد يا اما هتجيب اللعيب بقى دلوقتي وتركنه مش عارف برضه. هي جزئية شائكة في الحقيقة، لكن خلينا نقول ان ايه ده امتداد للموسم الاستثنائي يعني وامتداد للقرارات اللي ممكن تكون غصب عن الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الافريقي. والاتحاد الافريقي بالمناسبة عمل الموضوع ده كمان عشان ماتش الوداد والترجي اللي اتأجل، يعني فالدنيا ملخبطة شوية في بعضها. لكن ايا كان خلينا نتخطى هذه الجزئيه ونتكلم بقى فيما يخص المنتخب المصري واستعداداته لاول مباراه غدا ان شاء الله امام زيمبابوي. مطلوب ايه من لعيبه منتخب مصر والجهاز الفني في اول مباراه بكره ان شاء الله؟ هو الاول بس لازم اللعيبه تعرف ان احنا المنتخب التاريخي للقاره. كويس. سواء عدد مرات الحصول على البطوله ان احنا مصر من دول المؤسسات للاتحاد الافريقي
احنا الفرق المصريه اكثر حصولا على البطولات القاريه فعلا. الفرق وليس المنتخبات. طيب احنا يعني فرصنا ايه؟ فرصنا لا كويسه، انت البطوله على ارضك، انت عندك دعم كامل من الدوله اكيد واضح جدا وتيسير في كل حاجه، ما يتبقاش غير ان 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 انت كلاعب تعمل اللي عليك بقى خلاص. كل الناس عامل، كل الناس طبعا، دوله اعلام ان الجمهور كمان هيعمل عليك بشكل كبير جدا ان شاء الله. هي الفكره ان انت عندك معطيات لازم تستفيد منها. انت عندك 100,000 متفرج جعان كوره طبعا، بقى لهم كتير قوي العدد ده في استاد القاهره، الاستاد التاريخي بتاعنا اللي كل الناس ليها ذكريات حلوه معاه. تستغل كل ده وترجمه على ارض الملعب، واعتقد ان ماتش بكره ان شاء الله هيبقى نتيجه ايجابيه لمصر، بالرغم ان مدرب اللي هي الفوز مش التعادل. لا التعادل تعتبر نتيجه ايجابيه لمصر طبعا، التعادل دي في الحقيقه لازم تكسب ان شاء الله. المنتخب الزيمبابوي لعب ماتشين قبل ما التقي مصر، لعب مع نيجيريا وتنزانيا، اتعادل مره سلبي ومره ايجابي. تمام. طيب في تصريحات طلعت من قائد زيمبابوي، قال احنا مش عايز، احنا الضربه هتجي لنا مش هتجي لنا من صلاح، هتجي لنا من حد مجهول. دايما الاعلام مركز على صلاح صلاح صلاح، لكن هو في نجم تاني اكيد موجود، هو طبعا يعني مش دارس اسامي اللعيبه المفروض يبقى دارس وحافظ، مش عارف انا فده بيقول لك الضربه جايه من مجهول. فلما اتكلم بيقول لا، انا متوقع ان في نجم تاني هو اللي هيدينا الضربه، فاحنا لازم نكون حريصين كل الحرصه على في المباراه دي عشان نقدر نطلع بنتيجه جيده بالنسبه لهم. طبعا ده يعني ما نتمناش حاجه زي كده ان شاء الله. احسن رايك في زياره الكابتن محمود الخطيب امبارح كرئيس النادي الاهلي وكسفير لبطوله الامم الافريقيه بعد اختياره من قبل الكاف زيارته لمعسكر منتخب مصر امبارح؟ اولا يعني احنا احب هني اختياره سفير المنصب ده، يعني مش محمود الخطيب او كابتن محمود الخطيب، في مين هيبقى فيه؟ دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لا طبعا زياره ايجابيه جدا، بتبقى فيها رسائل مهمه ان لا مصر اولا قبل اي شيء خلاص، اي خلافات قبل كده مش موجوده خلاص، احنا دلوقتي عندنا بطوله مهمه، كله بيسعى لانجاح البطوله دي. كانت بصراحه يعني زياره موفقه جدا. طيب خلينا نتكلم شويه بقى عن التنظيم الخاص ببطوله الامم الافريقيه، وشايف التنظيم لحد دلوقتي البطوله ما ابتدتش بس بيبقى فيه بوادر مبشره جدا قبل التنظيم، رؤيتك ايه ورؤيتك كمان للاستعدادات بالتحديد؟ شايف الاستعدادات بقت على المظهر الجيد والاستعداد الجيد لاستقبال كل المنتخبات ان شاء الله؟ يعني انا عايز اقول لك انا مذهول بصراحه في فتره الاعداد للاستعدادات والتنظيم اللي تم في خلال 4 شهور تقريبا، ولا انا غلطان في المده؟ 4 شهور تقريبا، 4 شهور تقريبا. بلس ان حتى احمد نفسه قال انا مطمئن ان مصر خدت تنظيم كاس الامم. فده يعني ده دليل ان احنا بصراحه قادرين يعني، وكان بيدي رساله مهمه ان مصر موجوده وقادره. كميه في كميه شباب بيشتغلوا دلوقتي، انا حضرت امبارح وكذا يوم بشوف الاستعدادات، لا بصراحه حاجه مشرفه جدا. لكن انا حابب برضه اوضح ان احنا في مصر بنعمل حاجات جديده على القاره الافريقيه، زي الفان اي دي، زي بنسهل على سواء من المصريين دلوقتي، انا بتكلم على الضيف الاجنبي او المشجع الاجنبي اللي جاي يشوف الراجل ده جاي، عارف تذكرته فين، هيقعد فين، هيجي ضامن دخوله. لا في نظام كويس جدا جدا. الملاعب حاجه تشرف، في كل وسائل الترفيه موجوده دلوقتي، اعتقد انهم اعلنوا ان هيبقى في كذا يعني كذا مكان للاطفال أو, او 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 غيره، بس يعني ان شاء الله هيبقى حاجه كويسه جدا. بس اللي اتمناه بقى ان احنا نشوف الكلام ده كان في البطولات المحليه لينا بالظبط، وده باذن الله هيحصل. يمكن كان في خبر معانا برضه او من ضمن الاخبار ان اتحاد الكره، وده من جريده الشروق، قالوا ان مباريات الدوري هتقام على ملاعب امم افريقيا الموسم المقبل. ده شيء مهم جدا ان انت الملاعب دي بتجهزها بشكل كبير قوي، اتمنى، وبالتالي مش عايزين تتقفل بقى بعد كده. عندك كمان 24 ملعب جاهز للتدريبات الخاصه بكل المنتخبات. انا عايز اقول نقطه، في بعضهم هتستفيد منهم في المسابقات كمان الموسم الجاي. انا عايز اقول نقطه، يمكن احنا الدوله الوحيده في العالم العام توفرت 24 ملعب ل 24 فريق. فعلا فعلا مفيش دوله في العالم وفرت حاجه زي كده. فدي في كاس العالم عادي في الكلام ده، لكن مثلا بالتحديد في افريقيا يعني انا بتكلم على بطوله قاريه، مش بتكلم طبعا. يمكن احنا الدوله الوحيده اللي في العالم وفرت حاجه في بطوله قاريه 24 فريق. وعلى فكره لازم نعرف والناس والساده المشاهدين يعرفوا ان احنا
الرقم اول مره يتعمل ال 24 فريق يشاركوا في بطوله افريقيا اول مره كل مره كان 16 فطبعا يعني كانت البطوله يعني اعجازيه بكل المقاييس في المستوى التنظيمي لمصر. تمام. طيب التشكيل المنتخب توقعاتك ايه بقى بتحديد تشكيل المنتخب لان ده الشغل الشاغل لكل المتابعين دلوقتي وكل المصريين قبل ان شاء الله 24 ساعه من انطلاق المباراه. طيب انا شايف ان ان احنا لازم نتكلم منطقيا هو محمد الشناوي رقم واحد لازم يقف هو لا يقف جول ده توقعاتي انا. تمام. منطقيا لان ليه لمحمد الشناوي؟ محمد الشناوي رجل في الملعب الموسم اللي فات اكتر عدد مباريات لعبها ماشي اكتر من احمد الشناوي اعتقد لعب كاس عالم يعني خد الثقه. تمام. ولسه يعني اعتقد هو مستواه يأهل ده وفي اقتناع من اجري بيه. تمام. ده بالنسبه لمحمد الشناوي. محمد الشناوي في حراسه المرمى باليمين اليمين بقى انا شايف المحمدي. تمام. في الجانب الايسر عندنا منافسه بين ايمن اشرف واحمد ايمن بس ياسر. اعتقد ان ايمن اشرف الاقرب. المساكين هيبقى عندنا احمد حجازي وجنبه على طول عمرو باهر محمدي لا ولا محمود علاء محمود علاء محمود علاء الاقرب من وجهه نظري لان هو اللي جاهز هو اللي خلاص لسه بطوله افريقيا واخد كونفدراليه واخد ثقه وبيقدر يستفيد بيه كره العرضيات حتى في الهجوم فاعتقد لا هو اقرب بكتير. بالنسبه لخط الوسط هيبقى النني وجنبه انا مش عارف هل طارق حامد يبقى هيبقى النني وطارق حامد طيب قدامهم عبد الله السعيد صلاح تريزيجيه ما فيش خلاف عليهم طبعا يمين وشمال مروان ولا احمد علي لا مروان رقم واحد ثم كوكا ثم احمد علي رقم ثلاثة. طيب خلينا ناخد توقعات الجماهير من على صفحه قناه النادي الاهلي على فيسبوك بالتحديد ونبتدي بعادل ده طبعا للتشكيل المتوقع لمباراة الغد. عادل قال ان محمد الشناوي وباهر واحمد المحمدي وباهر المحمدي واحمد حجازي وايمن اشرف وطارق حامد والنني وكمان عبد الله السعيد وتريزيجيه وصلاح محمد صلاح ومروان محسن. صلاح سيد صلاح قال ان محمد الشناوي هيكون في حراسه المرمى في خط الدفاع احمد حجازي ومحمود علاء واحمد المحمدي وايمن اشرف في نص الملعب طارق حامد محمد النني عبد الله السعيد محمد صلاح تريزيجيه ومروان محسن. يعني التشكيل واضح ان الناس كلها ايه متوقعه التشكيل الناس كلها متوقعه بالتحديد في تغييرات ممكن تحصل بس في خط الدفاع ده اللي فيه انا عايز اضيف بس انت قلت كلام كويس قوي على الموضوع احنا ليه مخبيين على الناس هو مش سر يعني موضوع حارس المرمى في حاجه غريبه بصراحه مش عارف ليه يعني كل المنتخبات عارفين مين الحارس الاساسي بتاعهم رقم واحد عشان يهيئ نفسه والناس تهيئه لكن مين اللي سايب الناس ليه كده لكن واضح ان فرص الشناوي بقت كبيره جدا كحارس اساسي لمنتخب مصر. خلينا ناخد عبد الرحمن حسن قال ان محمد الشناوي احمد حجازي باهر محمدي احمد المحمدي ايمن اشرف طارق حامد محمد النني عبد الله السعيد تريزيجيه محمد صلاح ومروان محسن. احمد بدر الدين قال محمد الشناوي واحمد المحمدي واحمد حجازي ومحمود علاء وايمن اشرف والنني وطارق حامد وصلاح وعبد الله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه ومروان محسن. يعني هو واضح جدا الاختلاف كله ما بين باهر محمدي ومحمود علاء هي دي نقطه الخلاف الوحيده لكن في هو انا ممكن اقول لوجهه نظر ان باهر محمدي انت ممكن تستعين بيه في الجانب الايمن او كمساك بس كاحتياطي اللي انا شايف ان محمود علاء خبرته اعلى شويه بس ممكن يكون باهر محمدي بيجيد اللعب كمساك وكظهير ايمن فده ممكن يديله الافضليه شويه ممكن يعني حسب رؤيته هو بقى هو هيشوف لكن اعتقد ان الثقه والخبره شويه لمحمود علاء في النهايه اتمنى نيجيريا ياخد يعني يستغلهم استغل الامثل بس انا عايز احذر بس من حاجه الحكم بكره اللي هو اليوم نيون ده ادار تسع حكم كاميروني ادار تسع نهائيات في افريقيا الحكم ده سريع الانذارات بينظر هو ادار مباراه الاسماعيلي وافريقيا بالظبط فلا الحكم يعني لا ما بيخافش حتى ما بيخافش وعندنا برضو في نقطه مهمه قوي ما اتكلمناش فيها وهي محمد صلاح شخصيته اتغيرت بعد احرازه بطوله الشامبيون ليج ليه بقى؟ اخذ ثقه اكبر
طبعا اكيد دفع ثقه كبيره. يعني حتى لو كنا بنقول محمد صلاح، لا محمد صلاح دلوقتي بقى عنده 27 سنه. محمد صلاح بقى كابتن المنتخب، اعتقد انه بيكتب تاريخ جديد لو احرز البطوله دي، هيكتب تاريخ جديد. لان اعتقد البطوله الوحيده اللي محمد صلاح ما حصلش عليها لسه، ما خدش ولا بطوله مع منتخب مصر. ده حقيقي. يعني هو دخل شارك في الاولمبياد، شارك في كاس عالم، كان ما خدش بطوله كاس الامم. فاعتقد هو يعني هيبقى الشخصيه هتدفعه ان هو يحقق انجاز ان شاء الله البطوله دي ان شاء الله باذن الله. كنا بنتكلم عن التحكيم، وعايز اخد رايك في اهميه تواجد تقنيه الفار في البطوله بدايه من دور الثمانيه، ومدى اهميه تواجد هذه التقنيه. هو التصريح بالنسبه لي الغريب شويه من كاف، ان هو قالوا احنا هنعملها من دور الثمانيه. فيعني هو ليه مش كل المباريات يعني؟ ما ليه؟ انا مش بس في النهايه دي خطوه عظيمه ان احنا الفار يخش في بطوله الامم. واعتقد ان مصر قادره، او مش هنشوف المشاكل اللي حصلت قبل كده في بطولات تانية. لا ان شاء الله هتبقى حاجه كويسه وخطوه مهمه جدا جدا، وان شاء الله نشوفها مطبقه في مصر الموسم الجاي زي ما قالوا اهله او اعلنوا. يعني صعب. بس دي خطوه محترمه جدا جدا. هو للاسف اعتقادي كده او من خلال متابعتنا ان الاتحاد المصري لكره القدم ما خدش اي خطوات في تفعيل تقنيه الفار او استخدام هذه التقنيه تحسباً للاحتياج ليها او تنفيذها في الموسم الجديد حتى الان. يعني المفروض انت عشان تطبق تقنيه زي دي لازم من بدري كده تشوف ايه الخطوات اللي تخليك تجيبها في مصر هنا، وبعدين زي الاختبارات والتجارب اللي بتبقى من خلال المباريات الوديه، استعداد كتير جدا بخصوص تقنيه الفار، نتمنى الاستفاده منها وهي بتطبق في بطوله الامم الافريقيه بدايه من دور الثمانيه عشان تكون موجوده معانا في الموسم الجديد المحلي ان شاء الله في مصر. وده اكيد هيكون شيء مهم جدا. بخلاف محمد صلاح، شايف مين ابرز العناصر ممكن تكون مؤثره في صفوف المنتخب المصري واللي بدورها ممكن تؤدي وتساهم مع المنتخب في الفوز بالبطوله؟ انا شايف ان تريزيجيه طبعا. تريزيجيه يعني بينضج بشكل مبشر. عندنا وليد سليمان احتياطي، انا اعتقد هو هيبقى احتياطي مهم جدا جدا، يقلب الدنيا لما بينزل لانه عنده خبره مهمه جدا. بجانب حجازي، صمام امان. حجازي طبعا كبير قوي، صمام امان لينا في الخلف، واعتقد ان الاسماء دي هتبقى ان شاء الله داعم كبير جدا للمنتخب. طيب بترشح مين من المنتخبات بخلاف مصر ان هم يوصلوا للادوار النهائيه في البطوله بتحديد المربع الذهبي مثلا؟ لا مربع الذهبي صعبة شوية، بس أنا أتوقع إن إحنا عندنا مصر بإذن الله. تمام. وإحنا ذكرنا العوامل، عندنا منتخب زي منتخب غانا. يعني قوي جدا جدا. عندنا منتخب الجزائري. قوي جدا. منتخب قوي. وكنت أتمنى المنتخب المغربي، بس أنا شايف المنتخب المغربي فيه مشاكل ضربت في صفوفه جوه، يعني ما أعرفش هيتحاولوا يلموا الموضوع ويقفلوا عليهم ويتداركوا الموضوع ده ولا لأ. بس المنتخب المغربي المفروض هو قوي جدا، يعني أعتقد على الأقل هيبقى فيه ثلاث منتخبات من الأربعة. السنغال مش مرشحة؟ ما اعرفش، بس انا دايما بحس ان العقليه الافريقيه بتيجي في وقت معين وبتبوظ الدنيا. يعني احنا عندنا لسه عارف ان المنتخب الكاميروني ممكن يبقى في مشاكل عنده، وفي اضرابات او اللعيبه مش بتساوم على حياته، ونفس الفكره في منتخب نيجيريا. كل بطوله مهمه كاس عالم دايما يساوموا على فلوسهم، فانا مش عارف ليه بيعملوا كده. بس في النهايه انا شايف المنتخب مصر ومعاه غانا والجزائري مرشح، وممكن السنغالي او المغربي. السنغالي او المغربي. الاقرب للفوز بالبطوله هل مصر بسبب الارض والجمهور، ولا من الناحيه الفنيه ممكن تكون برضو المقدره اكتر عند مصر ان هو يحقق اللقب؟ لا هي 50-50. 50-50. انا ما اقدرش اقول لك مصر الاقرب عشان الارض والجمهور بس، لا ما لازم اداء في الملعب. طبعا. متفائل بطريقه لعب مستر اجيري، وبالتحديد في الماتشين الوديين اللي كانوا قبل البطوله على طول سواء امام تنزانيا او غينيا، في مؤشرات ايجابيه بالنسبه لك؟ خليني اقول لك الاول، احنا ما كناش متخيلين منتخب مصر في 2017 يصعد نهائي. فعلا. ما حدش كان متخيل خالص. ولا في 98 ولا في 2006 ولا في 2008 ولا 2010 كمان. بس خلينا نقول 2017 عشان كان شيء، كل الجيل بقى الذهبي بتاعك اعتزل وكان ظروف كتير قوي. لكن احنا المره دي لا، انا اعتقد ان جاري اسلوبه مختلف شويه. الراجل بيلعب كره هجوميه، بقاله كتير قوي بيتفرج على اللعيبه، قدر يحط ايده على نقاط القوه ونقاط الضعف. لا اعتقد ان اداؤه مختلف، اداؤه هجومي. لا ان شاء الله ممكن يعمل حاجه،
ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. مروان محسن بالتحديد، وكلام كتير جدا على خط الهجوم. احنا عندنا مروان محسن، عندنا احمد علي، عندنا احمد حسن كوكا. زي ما انت بتقول التشكيل مثلا من وجهه نظرك ان مروان محسن هو الاقرب، لكن بالتحديد البديل الاقرب لمروان محسن هل ممكن يكون احمد علي ولا احمد حسن كوكا؟ وكمان البدائل اللي ممكن ترجح كافه مصر لو مباريات مثلا صعبه على مدار البطوله ممكن يكون مين؟ هل عمر جابر؟ هل وليد سليمان؟ طبعا بعض اللاعبين المتواجدين على دكه البدلاء. خلينا نتفق اتفاق ان عندنا محمد صلاح ممكن يلعب جنب لو هنغير، لو يعني طريقه اللعب تتغير خلال سير المباراه. انت ممكن محمد صلاح ينزل يلعب جنب مروان. الاقرب في المواقف الهجوميه وليد سليمان ينزل. وليد سليمان طبعا وليد سليمان بيلعب في اكتر من مكان قدام. لكن احمد علي طبعا هيبقى ليه دور، وكوكا ليه دور بس حسب المباراه، على حسب سير المباراه. لكن الاقرب دايما ان محمد صلاح ممكن يقرب لجوه ويقدر اجيري يزود خط وسط، يقدر يزود وليد سليمان يلعب جناح او يدخل صلاح جوه. لا في كذا حل اجيري يقدر يعمله بس على حسب برضه المباراه. هل انت مع الاتجاه اللي بيتقال من بعض الخبره الفنيين بخصوص وسط الملعب في منتخب مصر بالتحديد ومدى امكانيه الدفع بطارق حامد وجنبه مثلا عبد الله السعيد وتواجد عمرو ورده في الخط الامامي مع تريزيجيه وصلاح ومروان محسن؟ هل ده ممكن يكون اقتراح وارد بالنسبه لمنتخب مصر وتكون مفاجاه مش متوقعه؟ لا اعتقد، هو هيخشى ان 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 تبقى فيها مجازفه ان الخط الوسط يضيع منه، وخصوصا ان انت عندك منتخبات قوي جدا حتى في سيبك من الدور الاول، الدور الثاني والدور الثمانيه وال16. لا هيبقوا هتلاقي منتخبات قويه جدا ان شاء الله لما تصعدهم يعني. لكن هو ممكن يكون خيار تكتيكي في مجريات المباريات بشكل عام، ممكن تلجا لهذا الخيار يعني. صحيح، خلال المباراه انت ممكن تغير براحتك، ودي ميزه منتخب مصر، انت عندك خيارات تكتيكيه كتير او تقدر تغير خلال المباراه وتبدل اماكن اللعيبه. ده حقيقي، ده هيكون شيء اكيد مهم. صحيح. جدا. طيب في المقابل ممكن المنتخبات العربية الأقوى بخلاف الجزائر والمغرب، هل منتخب مثلا تونس تتوقع أن هو يؤدي بطولة كويسة يوصل نقطة بعيدة في البطولة؟ طبعا منتخب تونس يعني مرشح يوصل لدور الثمانية والأربعة كمان. بس اللي أنا أقصده أن الأسماء اللي موجودة لمنتخب الجزائر والمغرب أتقل بكتير. يعني إحنا لو بنتكلم في الجزائر أسماء مرعبة، تمام، يعني جواه ابو نجاح وغيره وغيره ومحرز. لا اسماء نجوم مرعبه بجد. والمغرب نفس الكلام زياش لا بس تونس فيها طبعا سياسي وكذا لعيب مهمين، بس ما فيهاش علي معلول. ما لسه كنت اقول لسه كنت اقول انا مستغرب جدا من موضوع استبعاد علي معلول. انت عندك احسن باك شمال في الكوره، يعني ليه ظهير ايسر احسن ظهير ايسر في القاره؟ ليه استغنى؟ ملهاش مبرر او الانباء اللي تتوالى من تونس ان الخلاف مش فني، مش استبعاد فني خالص خالص. طيب في منتخبات بتشارك في البطوله لاول مره زي موريتانيا مثلا، بروندي، دي منتخبات بتشارك في البطوله لاول مره، هل تتوقع ان هم يقدروا يحققوا مفاجاه خلال البطوله مثلا ان هو يوصلوا برضو لادوار قريبه من الادوار النهائيه مثلا دور الثمانيه مثلا؟ الكره ما فيهاش مستحيل، بس في تاريخ، في امكانيات. انت بتتفرج على الفرقه دي قبل ما تلعب او خلال وتشوف ادائها قبل البطوله. لا هو بقى صعب قوي ان هي توصل لدور الثمانيه، يعني ممكن نقول لو في احسن توالد طبعا تصعد دور 16، لكن دور الثمانيه هيبقى صعب شويه لان الموضوع هيبقى الفرق الثقيله كلها بدات تفهم طريقه اللعب، ترست امورها بالبلدي كده، ترست امورها وتحضر نفسها. لا اعتقد هيبقى الموضوع صعب قوي توصل اكثر من دور الثمانيه. يعني صعب يكون في مفاجاه او ما يكونش حصان اسود مثلا موريتانيا او بروندي. لا صعب قوي. طيب رسالتك للمشجعين المصريين والجمهور المصري اللي هيكون بيأزر المنتخب ان شاء الله منتهى القوه من خلال المدرجات، الرساله اللي انت حابب توجهها لهم ايه؟ وكمان مطلوب ايه من لعيبه منتخب مصر والجهاز الفني في البطوله بشكل عام ومع بدايه اول مباراه بكره ان شاء الله؟ هو المنتخب بس اتمنى منهم التزام. ده الجماهير ولا اللاعبين؟ لا الجماهير الاول. الجماهير طبعا. لان هم هيبقوا صوره، هيمثلوا صوره حضاريه لمصر ان شاء الله. وهم كمان هيبقوا السبب ان هيبقى في جماهير بعد كده في الدوري طبعا. يعني
وان شاء الله يبقوا على حسن الظن. اما اللاعبين يعني يفرحوا ال 100 مليون ويشوفوا ان الناس ازاي عماله تتهافت على مواقع بيع التذاكر، والناس كلها بتسال ازاي عايزه تشتري تذاكر، وسواء مختلف الاعمار كبار وصغيرين وسيدات ورجاله. فياريت بس يفرحوا الشعب المصري، الناس بتبقى محتاجه فرحه في فتره. اهميه البطوله في التوقيت ده لمصر بشكل عام ايه من وجهه نظرك؟ لا طبعا اهميه كبيره جدا. انت داخل الفتره الجايه العالم كله بيتغير حوالينا، مصر محتاجه فرحه، محتاجه الشعب بالذات المصري بيعشق كره القدم، فبالنسبه له الكره تقريبا كل حياته. فانت مجرد ما تحقق بطوله زي دي انت فرحت الشعب المصري فتره طويله جايه. فلا اتمنى جدا، اتمنى ان شاء الله هتفرق مع مصر. ها طبعا في كل حاجه، جميع الجوانب، خاصه وانت رئيس الاتحاد الافريقي يعني المستوى السياسي. بمعنى ايه؟ يعني انت رئيس الاتحاد الافريقي مستوى سياسي، ففكره ان انت بتثبت ان انت قادر على تنظيم جيد زائد ان انت تحقق البطوله بتفرق معنويا في حاجات كتير قوي. معنويا طبعا ان شاء الله. هل في نجوم في منتخبات اخرى تتوقع تألقهم ان شاء الله خلال البطوله؟ كتير قوي يعني. زي مين مثلا؟ منتخب صموان جيان وفكره ان هو يرجع بعد اعتزاله بامر رئاسي. عندك الاخوين ايوا. وعندك منتخب الجزائر لسه كنت اقول رياض محرز وبغداد بونجاح. لا ان شاء الله يعني في اسامي كويسه هنتفرج عليها ان شاء الله. استاذ شادي انا بشكرك شكرا جزيلا. انا بشكرك طبعا. كان معنا استاذ شادي محمد الناقد الرياضي باخبار اليوم، ودي كانت حلقه النهارده من كلام في الميديا. استنونا حلقه جديده يوم السبت ان شاء الله. الى اللقاء.